لدينا في الكتاب عندكم صفحة 20 عندي أفكر، احكي لنا عند رفع حزمة الحطب بشكل مفاجئ وبسرعة كبيرة قد ينقطع الخيط، وفسر ذلك. سؤال: كيف يمكن رفع حزمة الحطب دون أن ينقطع الخيط؟ وهذا كلام تحدثنا عنه لما شرحنا قوة الشد، حكيت إنه حبال لها قوة شد عظمى تتحملها قبل أن تنقطع. الآن أنا بشد بتسارع كبير بسرعة كبيرة بشكل مفاجئ، فبالتالي التسارع يزداد. إذا زاد التسارع حسب قانون نيوتن الثاني فإن القوة تزداد، ممكن هاي القوة تزداد بشكل يكون أكبر من القوة التي يتحملها الحبل أو السلك، فبالتالي ينقطع الحبل أو ينقطع هذا السلك، وتفسيري هذا بناء على قانون نيوتن الثاني. كيف ممكن أرفع حزمة الحطب دون أن ينقطع الخيط؟ أرفعها بسرعة متجهة ثابتة، تمام؟ أو أرفعها بتسارع قليل بحيث تكون قوة الشد في الخيط أقل من قوة الشد العظمى، وهذا أيضا وضحناه سابقا. مثال رقم 4: دلو مملوء كتلته وكتلة الماء الذي يحويه 10 كيلوغرام، تمام؟ يعني كل هذا الجسم 10 كيلو معلق بحبل في الهواء كما هو موضح في الشكل. إذا كان مقدار أكبر قوة شد يتحملها الحبل قبل أن ينقطع 150 نيوتن. ممتاز، إذا قوة الشد اللي بتحملها قبل أن ينقطع 150 نيوتن بالقوة التي يتحملها الحبل اللي هي على محور واي، لازم تكون عندي القوة المحصلة مش أكثر من 150. إذا كانت أكثر من 150 رح ينقطع هذا الحبل، هذا هو معنى هاي المعلومة، تمام؟ التسارع 10 بحكي لي احسبه، والدلو في حالة اتزان سكوني يعني بحكي لنا استخدم قانون نيوتن الأول، محصلة القوة تساوي صفر، احسب مقدار ما يأتي. أول خطوة حكينا إنه إحنا بنرسم مخطط الجسم الحر، هذا الجسم الدلو بتأثر عليه قوة شد للأعلى وبتأثر عليه قوة وزنه إلى الأسفل. هاي رسم عندي هون مخطط الجسم الحر. تاني خطوة على محور واي، بما إنه حكالي الدلو في حالة سكون رح أعتبر إنه المحصلة تساوي صفر على واي، هاي قاعدة لحتى أستطيع أنطلق منها. الآن خلينا نشوف المطلوب. ألف قوة الشد المؤثرة في الحبل، قوة الشد على محور واي موجودة عندي قوة الشد، رح أنطلق من قاعدة محور واي، على محور واي المحصلة تساوي صفر، بالتالي على محور واي في عندي قوة شد، في عندي قوة وزن سالبة للأسفل، وهذا الكلام كله يساوي صفر. أنا بدي قوة الشد، فبالتالي قوة الوزن وديتها للطرف الآخر، قوة الشد تساوي قوة الوزن، قوة الوزن أنا بعرف إنها عبارة عن M في G، الكتلة أعطاني إياها 10، التسارع حكالي احسبي 10، بالتالي قوة الشد هي عبارة عن 100 نيوتن. الآن بحكي لي ب المطلوب مني قوة الشد في الحبل إذا تحرك الدلو إلى أعلى بتسارع، الآن صار في عندي تسارع، فبالتالي على محور واي بطلت المحصلة تساوي صفر، صار عندي على محور واي المحصلة تساوي M في A حسب قانون نيوتن الثاني، على واي في عندي قوة شد للأعلى موجبة وعندي قوة وزن للأسفل باتجاه واي السالب، FT ناقص FG وتساوي M في A. بدي أنا قوة الشد، رح أنقل قوة الوزن للطرف الآخر بهذا الشكل، بدي أعوض قوة الوزن هي عبارة عن M في G اللي هي عبارة عن 100 نيوتن زائد M في A كتلة في تسارع، الكتلة 10 معطيني إياها والتسارع أعطاني إياها 2 من ألف ربع، طلعت معي قوة الشد تساوي 120 نيوتن. إذن قوة الشد تساوي 120 نيوتن، ما زال الحبل هون، تحرك الدلو صحيح بتسارع لكن الحبل لن ينقطع لأن القوة اللي طلعت معي أقل من القوة اللي بيتحملها الحبل، الحبل بيتحمل ل 150، تمام. الفراجين بحكي لي أكبر تسارع يمكن أن يتحرك به الدلو قبل أن ينقطع الحبل، أكبر تسارع يعني بدو ياني أحسب A، وبدو ياني أحسب A، A من وين بجيبها؟ أيضا من محصلة القوة على محور واي تساوي M في A. شوفي عندي على محور واي في عندي قوة الشد وفي عندي قوة الوزن، لكن مش أي قوة شد هون، أقصى قوة شد رح أستخدم لأني أنا بدي أكبر تسارع، فبالتالي رح أستخدم أكبر قوة شد. شو هي أكبر قوة شد؟ اللي هي عبارة عن 150 نيوتن أعطاني إياها، تمام؟ وعندي قوة الوزن اللي عبارة عن MG بتعطيني 100، لحتى أوجد التسارع خلى التسارع على طرف لحاله أقصى تسارع، وعوض أكبر قوة شد طرح منها الوزن وقسمها على 10 اللي هي الكتلة، لأنه أنا بدي التسارع في طرف لحاله، بيطلع عندي 5 متر لكل ثانية. إذا سحبت الدلو بتسارع مقداره 5 متر لكل ثانية، هذا أقصى تسارع بستطيع أسحب فيه الدلو،
إذا زدت عن هذا التسارع سوف ينقطع الحبل. أيضا لدينا في الكتاب تمرين يستخدم عبد الله دلو ماء مربوط بحبل لرفع الماء من بئر. إذا كانت كتلة الدلو وهو مملوء بالماء 15 كيلوغرام، معطاني الكتلة ومقدار أكبر قوة شد يتحملها الحبل قبل أن ينقطع 180 نيوتن. إذا دائما محصلة القوة لازم تكون عندي تساوي أقل من 180 أو 180، أكثر من هيك رح يكون عندي الحبل انقطع. والحبل مهمل للكتلة، تمام، أصلا في دراستي كلها أنا أهملت كتل الحبال، غير قابل للاستطالة أيضا، تمام. احسب مقدار. حكينا أول خطوة أساساً أني قبل ما أقرأ المطلوب أني أروح أعمل رسم مخطط للجسم الحر. عندي قوة شد للأعلى، عندي قوة الوزن للأسفل، محصلة على محور Y تساوي صفر في حال كان الدلو يتحرك بسرعة ثابتة أو ساكن. في حال الدلو كان يتحرك بتسارع فالمحصلة على محور Y تساوي M في A. خلينا نشوف المطلوب الأول، بحكي لي قوة الشد في الحبل إذا سحب عبد الله الدلو إلى أعلى بتسارع مقدار 1.5 متر لكل ثانية تربيع. إذا أنا رح أسحب الدلو بتسارع، فبالتالي رح أستخدم قانون نيوتن الثاني، مجموع محصلة القوة على محور Y تساوي M في A. شوفي عندي قوة على محور Y، عندي قوة الشد للأعلى موجبة ناقص قوة الوزن للأسفل سالبة وتساوي M في A. قوة الشد تساوي، بدي أحسبها، فبالتالي رح أنقل الوزن على الطرف الآخر بهذا الشكل، بتصير عندي قوة الشد تساوي قوة الوزن زائد M في A. قوة الوزن اللي هي عبارة عن M في G عوضناها، الكتلة ضرب G 15 الكتلة ضرب 10 التسارع زائد الكتلة 15 في A اللي هو أعطاني إياها من الفرع ألف 1.5، وهيك إحنا حسبنا قوة الشد تطلع معي 172.5 نيوتن. با بده أكبر تسارع يمكن أن يسحب به الدلو قبل أن ينقطع الحبل. أكبر تسارع معناها رح أستخدم أكبر قوة شد. أيضا بنطلق من نفس القاعدة، محصلة القوة على Y تساوي M في A. شوفي عندي على Y في عندي شد ورح أستخدم أكبر شد اللي هو معطيني 180 نيوتن، وشوفي عندي أيضا على Y عندي الوزن للأسفل، تطلع عندي إذا قوة الشد ناقص قوة الوزن، وهذا الكلام يساوي M في A بما أنه يتحرك بتسارع. الآن أنا بدي A، فرح أنقل كل الحدود للطرف الآخر، بتصير عندي بهذا الشكل قوة الشد القصوى 180، قوة الوزن 150 اللي هي أنها تساوي M في G، فM عبارة عن 15 و G اعتبرها 10 ف 150 تمام على الكتلة M 15 بيعطيني 2 متر لكل ثانية تربيع. إذا الموضوع سهل طالما أنت فاهم شو يعني لما يحكي لي ساكن أو يتحرك بسرعة ثابتة. بروح بطبق قانون نيوتن الأول، محصلة كلها تساوي صفر. إذا حكى لي يتسارع ينزلق وما إلى ذلك، راح أطبق قانون نيوتن الثاني يساوي M في A. أيضا لدي هذا السؤال، بعد ما أعطاني صور الكتاب القوة العمودية بحكي لي أجد علاقة لحساب القوة العمودية المؤثرة في الكتاب. إحنا أوجدنا العلاقات لكل صورة لكل شكل في فيديو الأول لهذا الدرس. طيب تخيل أنه أنا لدي كتاب دفعته باتجاه الجدار بهذا الشكل، هاي الجدار هاي الكتاب، وطلب تحديد القوة العمودية. اتجاهها رح يكون بهذا الشكل، عمودية على سطح التلامس بهذا الاتجاه. هل رح تكون مساوية للوزن؟ بالتأكيد ليس لها علاقة الآن الوزن، وزن الكتاب يكون إلى الأسفل. القوة العمودية هون هي رد فعل بمقدار قوة دفعي، أنا بكم دفعت الكتاب إلى الجدار رح تكون هي نفسها مقدار القوة العمودية نشأت كرد فعل على دفعي لهذا الجدار. إذا مش دائما بتكون القوة العمودية مرتبطة بالوزن. وعندنا أصلا سؤال أتحقق أيضا، هل القوة العمودية المؤثرة في جسم تساوي دائما وزنه؟ طبعا بحكي له لا، لا تكون القوة العمودية مساوية دائما لوزن الجسم، فعندما يوضع الجسم على مستوى أفقي تؤثر فيه قوة إضافية إلى أعلى تكون القوة العمودية أقل من وزنه، بينما تكون القوة العمودية أكبر من الوزن عندما تؤثر فيه قوة إلى الأسفل، زي لما حطيت صخرة على الكتاب أو زي لما حطيت إيدي ودفعت الكتاب للأسفل. وإذا كان الجسم موضوع على سطح مائل القوة العمودية تكون أقل من الوزن، لأنه إحنا رح ناخد جزء من القوة العمودية، مركبة من القوة العمودية فقط.
أيضا لدينا في الكتاب مثال 5 بيحكي لنا تسحب رافعة سيارة كتلتها 900 كيلوغرام من السكون على طريق أفقي أملس بقوة شد مقدارها 2000 نيوتن بحبل يميل على الأفق بزاوية 37 درجة كما هو موضح في الشكل. إذا علمت أن الحبل مهمل للكتلة غير قابل للاستطالة وكوساين 37 لحتى يريحك من استخدام الآلة الحاسبة ومعطيني الساين الكوساين معطيني مقدار جي بحكي لي احسب ألف وباء وجيم. قبل ما أحسبهم رح أعمل الخطوات اللي إحنا بنعملهم دائما. أول شيء رح أعمل مخطط للجسم الحر هو عامل لي إياه، طلع عنده في مخطط الجسم الحر إنه أنا عندي قوة عمودية للأعلى، قوة الوزن للأسفل، عندي قوة الشد عاملة زاوية 37 درجة. قام بتحليل قوة الشد إلى مركبتيها الأفقية والعمودية بهذا الشكل، الزاوية زاوية مرجعية، فبالتالي على محور X بتاخد الكوساين، على المحور Y رح تاخد عندي الساين. ثاني شيء رح أسأل في نفسي على محور Y محصلة القوة تساوي صفر لأن الجسم لا يتحرك على محور Y، على محور X الجسم يتحرك، فبالتالي محصلة القوة تساوي M في A، إلا إذا حكالي الجسم ساكن على محور X أو حكالي يتحرك بسرعة ثابتة على محور X تصير المحصلة على X تساوي صفر. الآن بعد ما عملت هاي الخطوات كلها بروح أشوف عندي المطلوب، بده المركبتين الأفقية والعمودية لقوة الشد في الحبل. حكينا إنه إحنا أساساً بنحللهم مركبة أفقية ومركبة عمودية. المركبة الأفقية FT كوساين ثيتا وأنا أعطيني إياها قوة الشد 2000 كوساين 37 وأوجدها 1600. المركبة العمودية أخذت عندي الساين فبالتالي حسبناها 1200 نيوتن. ب بده القوة العمودية المؤثرة في السيارة، بده مقدار Fn. Fn على محور الصادات، محصلة القوة على محور الصادات صفر. رح أنطلق من هذه القاعدة شو في عندي على محور الصادات. عندي على محور الصادات القوة العمودية موجبة بالاتجاه الموجب، عندي مركبة لقوة الشد FTY وعندي قوة الوزن للأسفل سالبة. تمام، بما إني أنا بدي القوة العمودية رح أنقل جميع الحدود للطرف الآخر بهذا الشكل. الآن رح أعوض القوة FG بتساوي MG، رح أعوض مكانها الكتلة 900 ضرب G 10 ناقص 1200، رح يطلع معي القوة العمودية بالنهاية تساوي 7800 نيوتن، ونلاحظ إنه أعطاني اتجاه إلها موجب Y. مدام ما بده مقدارها، بده القوة العمودية، فلازم أعطيه مقدارا واتجاها. إذا طلب مقدار القوة العمودية يكفي إنك تكتب الرقم، إذا طلب القوة العمودية لازم تعطيه الاتجاه أيضا. جيم المطلوب تسارع السيارة، يعني بده مين؟ بده A، و A موجودة على محور X. على محور X الجسم يتحرك على محور X، محصلة القوة تساوي M في A على محور X. وشو في عندي على محور X؟ عندي مركبة لقوة الشد. إذا مركبة قوة الشد تساوي M في A. تمام، أنا بدي A، مركبة قوة الشد أوجدتها سابقا 1600. تمام، بما إنه بدي A رح أقسم على الكتلة لحتى أتخلص من الكتلة وأوجد A وحدها، بتطلع عندي A 1.78 متر لكل ثانية تربيع. هذا مقدار التسارع واتجاهه باتجاه X الموجب، لأنه التسارع هو عبارة عن كمية متجهة. لدينا تمرين بحكي لنا أعيد حل المثال السابق إذا أصبحت زاوية ميلان الحبل بالنسبة للأفقي 53 درجة. تمام؟ إذا أنا هون غيرت زاوية ميلان الحبل وخليتها 53 درجة، بدي أرجع أحل السؤال السابق كله، فقط غير لي مقدار الزاوية إلى 53. بدي أوجد المركبة الأفقية لقوة الشد، فقط مكان 37 بحط 53 فرح تطلع عندي 1200. بدي أوجد المركبة العمودية، رح أحط ساين 53 رح تطلع معي 1600. وبا بدي أوجد قوة عمودية، فبالتالي محصلة القوة على محور Y تساوي صفر لأنه ما في عندي حركة على محور Y. شو في عندي على محور Y؟ عندي قوة الشد، عندي قوة عمودية، قوة الوزن. بدي قوة الوزن بالاتجاه السالب وهذا كله يساوي صفر. أنا بدي القوة العمودية، رح أنقل الحدود للطرف الآخر، قوة الوزن رح تصير موجبة، قوة الشد المركبة على Y رح تصير عندي سالبة، قوة الوزن هي عبارة عن MG، مركبة الشد العمودية أوجدتها من الفرع السابق 1600. بعد ما عوضت الأرقام الكتلة في التسارع 10 ناقص قوة الشد رح توجد عندي بالأخير القوة العمودية تساوي 7400 نيوتن. المطلوب الثالث بده التسارع الأفقي. تمام،
التسارع يعني بده A على محور X، إذن أنا رح أتعامل لأنه أنا عندي A على محور X، محصلة القوة على X تساوي M في A، ما عندي إلا قو مركبة الشد الأفقية، تمام؟ بدي A لحالها، فبالتالي رح أتخلص من M، رح أقسم على M اللي هي 900، نوجد A تساوي 1.33 متر لكل ثانية تربيع باتجاه X الموجب، اتجاه التسارع باتجاه الحركة. نأخذ هذا التمرين، صندوق كتلته 30 كيلوغرام يستقر على سطح أفقي، تمام؟ حكالي يستقر على سطح أفقي، إذن هو ساكن على هذا السطح. إذا علمت أن G تساوي 10 متر لكل ثانية تربيع، أجب عما يأتي. أول خطوة حكينا قبل ما أقرأ المطلوب لازم أعمل رسم مخطط لهذا الجسم. جسم راح تأثر عليه قوته، وزنه إلى الأسفل، قوة عمودية إلى الأعلى بهذا الشكل، تمام؟ أجد مقدار وزن الصندوق مباشرة من غير ما أحتاج أستخدم قانون نيوتن أول قانون نيوتن الثاني. هون إحنا رجعنا للدرس الأول، ممكن أوجد وزن صندوق M في G، فبالتالي 300 نيوتن مباشرة. ب أجد مقدار القوة العمودية المؤثرة في الصندوق. القوة العمودية المؤثرة في الصندوق أنا عندي على محور Y في عندي قوة عمودية وقوة الوزن للأسفل، محصلة هذه القوة تساوي صفر لأن الجسم مستقر. بدي القوة العمودية، رح أنقل قوة الوزن للطرف الآخر. قوة الوزن أنا بعرفها وحسبتها من فرع ألف 300 نيوتن، القوة العمودية تساوي 300 نيوتن. جيم، هل مقدار القوة العمودية المؤثرة في الصندوق مساوية لوزنه أم أكبر أم أقل مع التفسير؟ من حسابي لإلها طلع عندي مقدار القوة العمودية مساوية الوزن، والسبب أنه أساساً حكيلي في السؤال يستقر الصندوق على سطح أفقي، تمام؟ بما أنه مستقر فهو ساكن متزن، هي أول شيء. ثاني شيء، ما بيأثر عندي على محور الصادات إلا الوزن والقوة العمودية فقط. أيضا لدينا في الكتاب مثال 6، ينزلق صندوق كتلته 4 كيلوغرام إلى أسفل مستوى ماء الأملس على سطح أفقي بزاوية 15 درجة. إذا علمت أن معطيني كوساين ال 15، ساين ال 15، تسارع الجاذبية بحكي لي احسبي 10. أول خطوة بدي أعملها أرسم مخطط للجسم الحر. راح أعتبر X هو عبارة عن محور المائل، هذا عبارة عن الخط المائل، Y هيكون عمودي عليه، في عندي قوة عمودية منطبقة على Y الموجب، في عندي قوة الوزن إلى الأسفل تجاه مركز الأرض بهذا الشكل، بالتالي قوة الوزن مائلة بستطيع أحللها إلى مركبتيها، مركبة على محور Y السالب ومركبة على محور X السالب بهذا الشكل. مين رح ياخد عندي الساين؟ مين رح ياخد عندي الكوساين؟ هذا مجاور الزاوية، فبالتالي رح ياخد عندي كوساين، وهذا مقابل لهذه الزاوية رح ياخد عندي الساين. الآن على محور Y عندي الجسم ساكن، فمحصلة القوة على Y بستطيع أحكي إنها تساوي صفر. على محور X الجسم يتحرك، يتحرك بتسارع، المحصلة تساوي M في A، يتحرك بسرعة ثابتة، المحصلة تساوي صفر. إذا كان ساكن على محور X والجسم لا يتحرك، فمحصلة القوة تساوي أيضا صفر، لكن من صيغة السؤال الصندوق ينزلق، فبالتالي محصلة القوة على محور X تساوي M في A. الآن بعد ما حللت، بعد ما رسمت وفهمت، الآن بستطيع أطلع على المطلوب. المطلوب الأول بده القوة العمودية. القوة العمودية موجودة وين؟ موجودة عندي على المحور Y. إذن أنا بنطلق من قاعدة المحور Y. المحصلة القوة على Y تساوي صفر. شوفي عندي على Y عندي قوة عمودية بالاتجاه الموجب، رح أعوضها موجبة. عندي قوة الوزن للأسفل بالاتجاه السالب، رح أعوضها سالبة. هذا الكلام كله يساوي صفر. بدي القوة العمودية، رح أنقل الوزن على الطرف الآخر بهذا الشكل، تطلع عندي القوة العمودية 38.8 نيوتن. بده تسارع الصندوق. تسارع الصندوق يعني بده إيه؟ إذن أنا رح أنطلق من محصلة القوة على X، لأنه هي عندها M في A، تمام؟ شوفي عندي قوة على X، أنا عندي فقط المركبة الأفقية للوزن. المركبة الأفقية للوزن بتساوي M في A، والمركبة الأفقية للوزن أوجدهم هون على جنب، أعطاني إياها اللي هي عبارة عن 10 و4. المركبة الأفقية للوزن تساوي M في A، بده A، فبالتالي نقل الكتلة إلى الطرف الآخر، قسم على الكتلة، قسم على الكتلة يعني قسم على 4 لحتى يوجد التسارع لحالها على طرف.
وتطلع عندي 2.6 متر لكل ثانية تربيع. خلينا ناخذ هذا المثال، بيحكي لنا يتزلج يوسف على منحدر ثلجي يميل على الأفق بزاوية 37 درجة. إذا علمت أن كتلة يوسف 60 كيلوغرام ومعطيني الكوساين لل 37، معطيني الساين لل 37 ومعطيني التسارع، بحكي لي احسبي 10. وباعتبار المنحدر الثلجي أملس، كلمة أملس يعني ما تحطي قوة احتكاك في هذا الرسم. الآن أول خطوة عملها إنه أنا لازم أرسم عندي مخطط لهذا الجسم الحر، وبما إنه يتزلج على منحدر فرح أرسم مائل x محور x مائل بهذا الشكل. في عندي قوة عمودية للأعلى باتجاه y الموجب، في عندي قوة الوزن للأسفل بهذا الشكل. رح أضطر أحلل قوة الوزن إلى مركبة أفقية ومركبة عمودية بهذا الشكل. محصلة القوة على محور Y تساوي 0، ما عندي حركة بالاتجاه العمودي، لكن محصلة القوة على محور X تساوي M في A. الآن بعد ما رسمت المخطط، بعد ما حددت كيف أحسب المحصلة على X، كيف أحسب المحصلة على Y، الآن بستطيع أروح أقرأ المطلوب. بده مني ألف القوة العمودية المؤثرة في يوسف. القوة العمودية موجودة على محور Y، رح أنطلق من قاعدة المحور Y. محصلة القوة على محور Y تساوي 0، بالتالي شوفي عندي على محور Y عندي قوة عمودية باتجاه Y الموجب، عندي الوزن مركبة الوزن العمودية باتجاه Y سالب، وهذا الكلام كله يساوي 0. بدي القوة العمودية، رح أنقل قوة مركبة الوزن للطرف الآخر، بتكون عندي القوة العمودية بعد ما أحسب مركبة الوزن اللي هي عبارة عن FG كوساين ثيتا، حسبها عندي هون طلعت 480، بتطلع عندي القوة العمودية إذن 480. با بده تسارع يوسف، يعني بده A رح أنطلق من قاعدة محصلة القوة على محور X تساوي M في A. شوفي عندي على محور X عندي مركبة الوزن الأفقية تساوي M في A، أنا بدي A، فبالتالي رح أكتب A لحالها على طرف. الآن مركبة الوزن الأفقية حسبها على جنب هون، طلعت معه 360 على الكتلة اللي هي عبارة عن 60 كيلوغرام، يطلع عندي التسارع 6 متر لكل ثانية. إذا يوسف كان ينزل 6 أمتار في الثانية الواحدة عندما يتزلج. أيضا لدينا تمرين بحكينا يوضح الشكل 15، صندوقا كتلته 20 كيلوغرام، معطيني الكتلة، يسحب بحبل غير قابل للاستطالة إلى أعلى مستوى مائل أملس بسرعة ثابتة. ننتبه إنه بيتحرك بسرعة ثابتة، تمام؟ إذا محصلة القوة على هذا المستوى الأملس، إذا اعتبرت هذا المستوى الأملس X، فمحصلة القوة عليه تساوي 0. إذا كان الحبل موازيا لسطح المستوى، قوة الشد بهذا الشكل أيضا على X الموجب، وزاوية ميلان المستوى 30 درجة، معطيني كوساين 30، ساين 30، ومعطيني جي. قبل ما أعمل أي شيء لازم أعمل رسم مخطط لهذا الجسم. بالتالي أنا رح أرسم هذا المحور X وهذا عندي المحور Y. على X عندي قوة الشد، ما عندي قوة احتكاك لأنه أملس، في عندي قوة عمودية بهذا الاتجاه، قوة الوزن باتجاه مركز الأرض، قوة الوزن رح أحللها إلى مركبة سينية أو مركبة صادية بهذا الشكل، مقابلها والمجاور. الآن بعطي الساين، بعطي الكوساين، هاي كلها خطوات بستطيع أروح أحسب المركبات أيضا على جنب. ثاني خطوة محصلة القوة على Y تساوي 0 لأن الجسم لا يتحرك على Y. محصلة القوة على X أيضا تساوي 0 لأنه حكالي يتحرك بسرعة ثابتة على هذا المستوى. الآن بطلع على المطلوب، بدو القوة العمودية المؤثرة في الصندوق، أنطلق من قاعدة المحصلة على Y لأن القوة العمودية موجودة على Y. أنا عندي على Y قوة عمودية وعندي مركبة، مركبة الوزن العمودية، مركبة الوزن العمودية أوجدها، طلعت عندي 174، راح أروح أعوضها، راح تطلع عندي القوة العمودية 174. المطلوب الثاني بده قوة الشد المؤثرة في الصندوق، قوة الشد موجودة على محور X، محصلة القوة على X أيضا تساوي 0 لأنه الجسم يتحرك بسرعة ثابتة. فرح أروح أحكي محصلة القوة على X تساوي 0، عندي على X قوة شد وعندي على X المركبة الأفقية للوزن. أنا بدي قوة الشد، فرح أنقل المركبة الأفقية للوزن على الطرف الآخر وأعوضها لأنه أوجدها عندي، تساوي 100 نيوتن،
بهذا الشكل. الآن لو أعطيت السؤال التالي وحكيت ما العلاقة بين قوة الاحتكاك السكوني والقوة الأفقية المؤثرة في الجسم؟ لدي هذا الجسم، في عندي قوة احتكاك سكوني، في عندي قوة مؤثرة فيه بهذا الاتجاه، لم يتحرك هذا الجسم لكن في عندي احتكاك سكوني. شو العلاقة بين الاحتكاك السكوني والقوة الأفقية؟ رح أحكي متساويات في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه. كل ما بتزيد هاي القوة الاحتكاك السكوني رح يزداد، كل ما بتزداد قوة اللي أنا بدي أحرك فيها الجسم قوة الاحتكاك السكوني رح تزداد، ويكونوا دول قوتين متساويات في المقدار ومتعاكسات في الاتجاه. بالتالي لو سألت هل قوة الاحتكاك السكوني ثابتة؟ رح تحكي لي لا، رح تتغير مقدار قوة الاحتكاك السكوني بتغير مقدار هذه القوة الأفقية المؤثرة في الجسم. طب لو سألت ماذا يحدث للجسم عندما يصبح مقدار هذه القوة الأفقية أكبر من القيمة العظمى لقوة الاحتكاك السكوني؟ بالتالي بالتأكيد الجسم يبدأ بالحركة. إذا كانت هذه القوة مقدارها أكبر من القيمة العظمى للاحتكاك السكوني رح يبدأ الجسم بالحركة.